الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. في البداية رحب بكم في ضيافة الأخ العباس، إن شاء الله الله يتقبل الزيارة، وإن شاء الله ندعيكم دائما بالطموح بأعلى درجات وأحسن الكليات. حياكم الله. السلام على خدام الكفيل وضيوفه ورحمة الله وبركاته. سعيا منها لرعاية هذه الشريحة المهمة من المجتمع وهي شريحة الطلبة، قامت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة المتمثلة بشعبة العلاقات الجامعية والمدرسية وضمن مشروع فتية الكفيل الوطني بالتعاون مع مديرية تربية بابل لتكريم ثلة من الطلبة المتفوقين في المحافظة. جاءت هذه الفعالية ضمن سلسلة نشاطات تقوم بها وحدة النشاطات المدرسية التابعة للشعبة ذاتها، وحرصا من الأمانة العامة للعتبة المقدسة على تكريم هذه الشريحة المهمة كونهم عماد المستقبل وبنات الوطن. عدد الطلبة 35 طالب ومن المراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية بالنسبة للمراحل المنتهية. اليوم احنا الطلبة المتفوقين جينا بضيافة العتبة العباسية المقدسة وتم تكريمنا، ونشكرهم على هذا التكريم لأنه هذا راح يزيد من عزيمتنا وإصرارنا بتقديم الأكثر من أجل خدمة هذا البلد. نحن الطلبة المتفوقون من محافظة بابل، نشكر العتبة العباسية لتقديمها الهدايا لنا، ونحن سوف نبذل جهودنا لتحقيق أفضل ما لدينا.